وصل مسؤول وصل مسؤول نادي الاهلي جلساتهم الفتره الحاليه من اجل الترتيب للفتره المقبله على جميع الاصعده الخاصه بفريق الكره وما يتعلق بالمعارين والصفقات الجديده ضمن التحضير الموسم الجديد، من اجل طبعا حسم كل الملفات الخاصه بالفريق قبل نهايه الموسم الحالي. وناقش كمان مسؤول النادي الاهلي العديد من الملفات مثل موقف اللاعبين المعارين من العوده والاستمرار في الإعارة والصفقات الجديدة، وكذلك اللاعبين الشباب المرشحين للخروج وإعارتهم إلى أندية محلية أو خارجية. أما بقى بالنسبة لنجلة التخطيط بالنادي الأهلي اللي أوصت برئاسة طبعا كابتن محسن صالح، أوصت بمنح أحمد ياسر ريان لاعب الفريق والعائد مؤخرا من تجربة احترافية في الدوري التركي فرصة حقيقية مع الفريق الكروي للاستفادة من خدماته، خاصة وأن اللاعب ظهر بمستوى طيب جدا مع الفريق التركي طبعا، وكذلك سيراميكا كليوباترا خلال فترة إعارته للفريق في الموسم قبل الماضي. وأكدت لجنة التخطيط في توصياتها أن لاعبه يستحق فرصة حقيقية وأنه لا يقل في المستوى عن حسام حسن وبيرسي تاو ومحمد شريف مهاجمي النادي الأهلي في الفترة الحالية، وأشارت إلى أهمية الاستفادة به. وطار لجنة التخطيط أيضا بالنادي الأهلي أن أحمد ياسر ريان لم يحصل على فرصة حقيقية مع النادي الأهلي، وبترغب في منحه الفرصة دي الكافية من أجل تقييمه بشكل جيد، ولكن الأزمة فيه هيبقى حتى هذه نهاية الموسم فترة طويلة جدا أنه ما يكونش رجله في الملعب. هل هيعار لشهر واحد؟ هو ده التفكير بقى اللي هيبقى من لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة، أنه يعار لفترة حتى شهر يناير القادم ويعود لصفوف النادي الأهلي عشان يقدر يستفيد ان اللاعب يكون في أرض رجله في الملعب، مش قاعد الفترة دي كلها وتأثر سلبا على مستوى. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل سريع جدا هنرجع مرة تانية ونستكمل كل أخبارنا وكواليسنا في أخبار أون تايم. ابقوا معنا.